استاذ رفعت فياض مدير تحرير اخبار اليوم والمشرف على قسم التعليم بالجريده. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ ايهاب، اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. تفسير حضرتك لتاخير النتيجه، خصوصا انه مساله تجهيز النتيجه دي مساله بتحصل كل سنه، يعني ما فيش جديد فيها، يعني احنا ليه اعلنا مثلا وتضارب مواعيد اعلان النتيجه؟ شوف يا استاذ ايهاب، عشان اكون امين معاك تماما، لم تعلن الوزاره بشكل دقيق موعد محدد لاعلان نتيجه الثانويه العامه هذا العام. وكان تصريحات الدكتور طارق شوقي من البدايه ان احنا بدءا من يوم 15 ممكن نعلن نتيجة الثانوية العامة. ثم بعد ده توقع على اساس يعني من مع حزبة عدد الناس المتقدمة وامكانية تصحيح كراسات البابل شيت وخلافه هتاخد وقت قد ايه، فالتوقع كذا، لكن رجع في الاخر كمان قال ما بين 16 الى 18 اغسطس تعلن النتيجة هذا العام. فممكن تبقى 16، ممكن تبقى 17، ممكن 18. طيب تعليق حضرتك على انه التصريحات اللي اعلنت بالامس عن انه مستويات ومعدلات النجاح والمجاميع وما شابه مقاربه للسنين اللي فاتت، وهل ده يطمننا ولا يخضنا؟ لانه بيطمننا من جهه انه الناس كانت مخضوضه قوي من امتحان السنه دي عشان التابلت، وبيخضنا من موضوع انه النظام كله ما مش مهم ان هو يغير لنا معدلات النتائج دي، مرتبطة باماكن فارغة في الجامعات مش مرتبطة بشطارة اولادنا، ولا ايه بالظبط؟ لا، شوف، في فرق ما بين نسب النجاح، ان نسبة النجاح العامة للثانوية العامة تتراوح ما بين 78% لحد 80 او 81%. أيوة. على مدى السنوات الماضية تتراوح ما بين النسب دي، مش هيبقى فيها تغيير ولن يكون هناك مفاجأة فيها بالنسبة لنسب النجاح في الشهادة ككل. لكن اللي هيتغير السنة دي تغيير شامل وجذري تماما هو المجاميع العالية بتاعة الثانوية العامة اللي احنا كنا بنشوفها طوال السنوات الماضية يا أستاذ إيهاب، 99 و 103 و105 وحاجة تضحك بالظبط. دي لن تظهر هذا العام مرة أخرى، وبعد ذلك سيستمر ذلك. ومن هنا إن الشريحة بتاعة المجاميع العالية، أنت عارف حضرتك السنة اللي فاتت على سبيل المثال كان ما يقرب من 50% من طلاب الثانوية العامة حافظين على 90% فأكثر، وأكثر من 36% حافظين على 95% لحد 100%. طبعاً الهرم كان مقلوب، مش منطقية طبعا بالضبط، وبالتالي كان بيعطي انطباعا كاذبا ان الطلاب دول عباقرة لانهم تمكنوا وحصلوا درجات ومجاميع. السنة دي قد دلوقتي، لان دي تجربة لسه جديدة هتظهر نتائجها ومفاجأة للجميع. قد يكون الاول على الثانوية العامة جايب 95%. مش مشكلة بالنسبة لي، لا بخالص، لان معنى هذا ان اللي جايب 91 و92% هيخش كليه الطب وطب الاسنان، ومعنى هذا انه زي ما كان في الخمسينيات والستينيات بالضبط. من القرن الماضي بيخش كليات القمه ب 80% حاجه، و80% مش ب 100 وشويه. يعني بشكرك يا فندم. الو. ايوه يا فندم، اتفضل حضرتك. عايز اوضح بس جزء معلومه بسيطه. اتفضل. تعليقا على الجزء الاخير اللي حضرتك قلته ده، اتفضل. انا كنت كتبت مره مقال اشرت فيه لان الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربيه والتعليم رحمه الله عليه كان دخل كليه الطب ب 68%. بالظبط. فرد علي رئيس جامعه عين شمس الاسبق الدكتور علي العبد، قال لي انت كتبت المقال وتتنظر فيها ان الدكتور حسين كامل في الستينات دخل ب 68%، قال لي انا دخلتها ب 66%. بالظبط. مش بقى مش 80%، اقدر اقل كمان. بشكرك يا فندم. مش معيار المجاميع العاليه. شكرا جزيلا استاذ رفعت فؤاد، مدير تحرير اخبار اليوم والمشرف على قسم التعليم بالجريده. والحقيقه اللي اتمناه ان احنا نكون ماشيين في طريق الغاء مكتب التنسيق، يا رب كل الانظمه الجديده اللي بنضعها واللي بنحلم بها للتعليم المصري علشان ما نقفش قدام صدمة مكتب التنسيق ونتحول منه إلى نظام المواد المؤهلة وإلى
ويكون بالفعل مكتب تنسيق مش مكتب صدمة، يكون في اختبارات أمام الكليات اللي أنا عايز أدخلها والمواد مؤهلة بتاعتي. أنا عايز أخش هندسة بيتعمل لي انترفيو، أنا جايب في الرياضة كذا، أنا جايب في الكيمياء والفيزياء كذا، يبقى أنا ممكن جدا أخش هندسة وخلص. إنما يعني الصدمات المتوالية دي إن شاء الله ما نشوفهاش تاني بعد كده.